يعني بعدنا ما شفنا خيرها من شرها، ما صرها يعني 10 ايام من الاسبوع على الاغلب. والله اللي انا شايفه انه بس لسه ما شفناش خيره من شره، يعني ما بدنا نشوف شو بده يعمل بعديها، يا بيستمر يا بيستمرش، هذا حكم الشعب مش حكمنا. مش معلوم لحد هلا، ما شفناش منه شيء لحد هلا، ما شفنا منه اي شوي شيء كويس. تصرفاته كويسه ان شاء الله، انه هي سوف يستمر ان شاء الله. والله شوفوا ان شاء الله انه راح تستمر، يعني مبدئيا راح تستمر ان شاء الله.